قصة العهد القديم مش المرأة هي اللي عملت الخطيئة الأولى أو اللي سببت الخطيئة الأولى، ولا الحية هي السبب، إنه هو عمل تكافأ فيه الثلاث عناصر مع بعضهم البعض ليوصلوا لنتيجة واحدة، يلي هي إنه نحن دائما بشر ونخطئ ونحتاج إلى خلاص من الله بأشكال مختلفة. بالنسبة للنص القرآني ما في حق على حواء، فأزلهما الشيطان لاثنين آدم وحواء. تفسير النص الكتابي ما بيتاخد مثل ما هو، باخد بجيب آية وبحطها قدامك وبقلك اشرح لي اياها. هي مرتبطة بالأسلوب الكتابي، مين الكاتب، الوقت، الأسباب، لمين موجهة. النص الديني من الله ولكن التفسير من البشر، وطالما كان التفسير عم بفسروا رجال مش قصداً يعني، ولكن ما أخذوا بعين الاعتبار وجهة نظر النساء، فسروا من منطلقهم الخاص، فعشان هيك راح التفسير أكثر ذكوري. الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، الإنسان مش خلق الذكر هيك والأنثى هيك. التطبيقات اللي صارت بعدين بالمجتمعات المتعددة اللي صارت هي اللي خلت يصير في اختلافات بلعب الأدوار. أنا من الأشخاص اللي بيعتبروا أنه النص القرآني إجا ليعطي مساواة تامة بين المرأة والرجل، وأعطانا المفاتيح وقت اللي أعطاها للمرأة دور وصوت بأول الإسلام. أم سلمة امرأة قالت للنبي لماذا الله عم بيحكي فقط للرجال، فنزلت الآية اللي بتحكي للمؤمنين والمؤمنات، ومن وقتها صار الوحي دايما عم بيخاطب الإناث والذكور. بلبنان صار عنا اثنين أسس أسيستين، في عنا واعظات كتير، بيصير في شوية حساسيات بين كنيسة وأخرى إذا أوكي ولا لا، لكن بلش وفي مبدئيا قبول لأنه المرأة إلى دور ومش لازم تكون صامتة تماما في الكنيسة. ملك المغرب هو طلب من امرأة أنه تقول خطبة في بشهر رمضان. بأفريقيا الجنوبية كمان صار في نساء طلب منهم أنه يقولوا خطب جمعة من وقت لوقت أو خطبة العيد، فممكن هيدا يكون مجال أنه يصير في دور أكبر قيادة للمرأة في هذا المجال، في قيادة دينية بالإسلام. فينا نحكي دين؟ فينا نحكي دين.